بدأ زعيم الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح تنفيذ حكم بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر أصدرته بحقه السلطات الإسرائيلية بعد إدانته بالتحريض على العنف. وسلم الشيخ صلاح نفسه اليوم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجن بئر السبع، وقد تقرر نقل الشيخ صلاح إلى سجن نفحة الصحراوي. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا السيد حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في لندن. أهلا بك سيد حافظ معنا. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. أي دلالة فعلية لتثبيت حكم السجن على الشيخ رائد صلاح كما تراها؟ يعني هذا الحكم وغيره من الأحكام هو ديدن الاحتلال الصهيوني. الشيخ رائد صلاح ليس فريدا في هذا الشأن، هناك أكثر من 7000 معتقل فلسطيني في السجون الصهيونية، وبعضهم يقضي الأحكام عالية جدا بمئات المؤبدات، لكن رمزية الشيخ رائد شيخ الأقصى المدافع عن المسجد الأقصى الذي تحدى هذا الاحتلال في عقر داره هي التي برزت في الأيام الماضية. ما قام به الشيخ اليوم من رفع معنويات الجماهير الفلسطينية في منطقة 48 المنطقة المحتلة عام 1948، صحيح، وما قامت به الحركة الإسلامية كذلك والجماهير الشعب الفلسطيني، كل ذلك يؤكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى يدافع عن حقه حتى يخرج هذا الاحتلال منكوسا من فلسطين ومن القدس ومن المسجد الأقصى إن شاء الله. يعني كيف فسرت فعليا المحكمة الإسرائيلية دفاع الشيخ رائد صلاح عن الأقصى ودعوته أهل المقدس للدفاع عن المسجد، كيف فسرته بأنه تحريض على العنف؟ يعني هي لا تحتاج إلى مبررات كثيرة. يعني هو كل فلسطيني على الأرض الفلسطينية يعتبرونه محرضا على العنف، كل فلسطيني موجود في داخل أرض المحتلة يتمسك بأرضه يعتبرونه محرضا ضد المشروع الصهيوني. الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية وإخواننا جماهير الفلسطينيين في منطقة 48 عندما منع أهل الضفة الغربية وغزة وأهل القدس من الوصول إلى المسجد الأقصى قاموا بدور عظيم جدا عظيم ورائد في موضوع الدفاع عن المسجد الأقصى، و كانت الباصات تنقل الفلسطينيين من جميع القرى والمدن في داخل منطقة 48 إلى الأقصى ليحيوه وليمنعوا دخول المستوطنين إليه وليقيموا مصاطب العلم وغير ذلك من الأمور العمرانية والإغاثية والعلمية داخل المسجد الأقصى. كل ذلك في بنظر الصهاينة هو عبارة عن تحريض، أن تقف على أرضك تحريض، أن تثبت على مبادئك تحريض، أن تدافع عن مواطنيك وعن أرضك وعن مسجدك، صحيح، وعن مقدساتك، كل ذلك هو تحريض بالنسبة للمحكمة الصهيونية. هل تتوقع يعني سيد حافظ أن يتحول سجن الشيخ رائد صلاح ربما إلى سبب وعامل للتصعيد ضد الحكومة الإسرائيلية خاصة في مناطق 48 خلال الأيام المقبلة؟ رائد ليست هذه المرة الأولى التي يسجن بها، هذه المرة الخامسة، وأعتقد أن مناطق 48 والشعب الفلسطيني والحركة الإسلامية هم يقفون على خط النار مع هذا العدو من خلال الدفاع عن المسجد الأقصى. الأيام القادمة ليس لأن الشيخ رائد سيدخل أو دخل السجن، إنما هي لأن فلسطين تحت الاحتلال والشيخ رائد كان يدافع عن هذه الأرض ويدافع عن المسجد الأقصى، وبالتالي نحن وشعبنا الفلسطيني جميعا سيبقى يدافع عن فلسطين وسيبقى يجابه هذا الاحتلال ويقاومه بكل الوسائل. ترتفع الوتيرة أحيانا ثم تنخفض أحيانا، نعم نحن في مرحلة ارتفاع لهذه الوتيرة في المقاومة سواء كان في منطقة 48 أو في غزة أو في القدس أو في الضفة الغربية، والحوادث الأخيرة والعمليات الأخيرة خير شاهد على ذلك. إلى أي مدى أيضا يعني هذا الحكم يؤشر إلى بشكل واضح وهو كما هو معروف بالطبع يعني تسييس القضاء بالنسبة للاحتلال، خاصة عندما يتعلق الموضوع بالأقصى أو الدفاع عن الأقصى؟ نحن أمام جهة صهيونية كل ما فيها بما في ذلك المحكمة هي تنظر إلى الفلسطيني على أنه عدو، وبالتالي قضية تسييس القضاء هذا يتحدث به في دولة طبيعية، في دولة
فيها قضاء ولكنه قضاء ظالم أو قضاء مسيس أو قضاء يخدم السلطان أو السلطة كما في كثير من البلدان. لكن نحن هنا أمام حالة أخرى، نحن أمام حالة احتلال. صحيح. هذه الحالة فيها محاكم صورية تعتقل الناس ثم تعرضهم على هذه المحاكم من أجل أن يقال في العالم وأن ينظر إليها على أنها دولة، لكن نحن كشعب الفلسطيني نعلم أن الاحتلال ومحكمته ومحاميه ونيابته كل ذلك هم جزء من أداة الجزار الصهيوني المسلطة على الشعب الفلسطيني. لا قيمة لهذه المحاكمات ولا لهذه الأحكام، لأننا كشعب فلسطيني نضحي بالغالي والنفيس من أجل أرضنا وقدسنا ومقدساتنا، ولا تهمنا مثل هذه الأحكام من محاكم صهيونية متطرفة. شكرا جزيلا لك السيد حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني هنا في لندن على هذه المشاركة. بذلك